انسى لي الزجاج هذا يدخلوا لنا كاينين والله يا صاحبي سير 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 لا يا ولاينا 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 نجيب الأضادي عود منخرط بحزب الأصالة والمعاصرة في إطار تطبيق شعار تغيير لنهجو حزب الأصالة والمعاصرة. رافقت الدكتور مصطفى المريزق عضو المكتب السياسي للإشراف على تأطير مجموعة من التجمعات الخطرية بإقليم أزيلال وإقليم بني ملال وفقيه بن صالح، وبالتالي اننا شتينا الطريق من فاس في حدود الساعه الرابعه، وصلنا لبني ملال على حدود الساعه 8:30. بعد ذلك مباشره رافقنا السيد المدير الجهوي لحزب الاصاله والمعاصره الى مكان التجمع الخطابي. اثناء الطريق ديالنا اعترى الموكب ديالنا اللي كان فيه مجموعه من السيارات، مجموعه من البلطجيه اللي هجمونا بالحجاره. حقيقة الأمر هو أنه كنت أنا في وسط هذوك السيارات اللي كانوا، وبالتالي أنه تعرضنا للرشق بالحجارة على مستوى السيارة اللي كنت أنا والدكتور المريزق وصحفي، وبالتالي تم كسر الزجاج الأمامي والخلفي للسيارة، وقعت واحد المجموعة ديال الجروح، واحد المجموعة ديال الإصابات في صفوف المناضلات والمناضلين اللي كانوا مرافقين في خلال هذاك الموكب. بالتالي انا الحمد لله بصحه جيده، ولكن اللي كان عاني منه هو انه محل مجموعه ديال الزجاج اللي ارتجج بالعيون ديالي. واحد فئة قليلة ما كانوش يتوقعوا هذاك هذاك الصوت والله الرحمن. وهادو اللي جاوا هاد الجوج 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 واه سير سير تسع سير يا ولدي يا واه سير تسع سير حرام سوف تنضيق صبرا صبر سير وما خاص انا سير زمان صاحبي ما خاص سير زمان هات بعرافين عارف راح شريت هذه دابا خل راه هذا بيت موكل وشوف اسمع رئيس مجلس إقليم واش ما يقولش يحرك دابا هو شي حاجه